السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في قناة إلكترو أنفو. اليوم غادي نقدم لكم درس ثاني على تثبيت نسخة الأندرويد على الحاسوب مع الويندوز، يشتغلوا مع بعض. الطريقة راه سهلة، ما عليكم إلا تتبعوا الطريقة اللي غادي نشرح لكم. كنمشيو على بركة الله، البوست ترافاي أول موث أول شيء، البوست ترافاي كنكليكيو على كنضغطو على سوري ثروة يعني فأرة اليمين، كنديرو جيغي انتظر. كنهبطو لتحت جيستيون دي ديسك، كي بحال هكا. كناخدو واحد البارتيسيون اللي مع انستاليو فيها الاندرويد ديالنا، ناخذوها من الدي، يعني عندنا الدي وعندنا السي وعندنا الاو، ناخذو من الدي. كنجيو للدي، كنكليكيو السوري دروا، يعني كنضغطو على السوري على الفارة يمين، ريدوير لو فوليم، وانتظر. هنا تعطينا شحال خصك اتهز من ديسك. مثلا انا غادي ناخذ منه 20 جيجا، 20,000. ها هي، كنولي نكليكي السوري دروات فوق من هذيك 20 اللي زدتي 19، نوفو فوليوم، سويفون خليها اف، سويفون تيرميني. الان زادت عندي، ها هي الان زادت عندي، ها هي هي هذه. العملية الثانية، كنمشيو للمتصفح ديالنا، وهاد الموقع غادي نخليه لكم في صندوق الوصف منين غديرو التحميل ديال هاد الاندرويد البريميوس. ملي كتدخل للموقع كتمشي للتحميل، راه هو هذا، هو هي، كتضغط على التحميل، كتهبط لهنايا انتظر. وكتكليكي عاوتاني تضغط على التحميل، ها هو كيتحمل، شتو. راه ديجا محملو، وغادي نخلي لكم هذا الموقع الاخر ديال أداة حرق الأندرويد على USB، هي سميتها الريفوس. ها هو هي، كي كتدخل ليه كتجي لهنايا، هاد التحميل هو هذا، التحميل المباشر، ها هو كيتحمل. ومن بعد كنساليو، كنمشيو كناخدو الريفوس ديالنا هنايا، الريفوس هاهي،
هنا بحال هكا كنكونو حاطين ليوسف فيه، ليوسف بالله نحرقو عليها نشوفو شحال هي اش يس بي اش هي طلعت لنا هنايا فيها 8 زيدا. كنجيو لهاد سيليكسيوني كناخدو الاندرويد ديالنا هو هذا بريم البريميوس كنديرو ديماراج ديماغي وي ونخلوه حتى يكمل الحرق على الكمبيوتر على اليو اس بي. يتم حرق الاندرويد على يو اس بي. ننتظر عملية الحرق تتطلب شوية الوقت دقائق بضع دقائق. ننتظر حتى يتم حرق الاندرويد على اليو اس بي. العملية تتطلب كما قلنا شوية الوقت باش كي يتم حرق الاندرويد على اليو اس بي. الان على وشك الانتهاء ننتظر قليلا والان تم حرق الاندرويد على اليو اس بي. فيرم اكتيفيزين يا هو اندرويد هنا انتهى. والآن نقوم بإعادة تشغيل الكمبيوتر ونتمم شرح تنصيب اندرويد. نهبطو ملي كيعطينا بحال هكا نهبطو الانستالي ننتظر هنا كيعطينا هاد الشهادة. كنمشيو لديك الشي اللي قطعنا حنا اللي خدينا حنايا. حنا خدينا 20 جيجا هي هادي 19500 وشي حاجة انتر. هنا كنديرو دو نوت فورمات يعني باش ملي يديمارينا يدير إعادة تشغيل ما نفقدوش البوت ديالو يعني دي مارينيشن. خيار أول هنا كنديرو يس يس وننتظر. ننتظر حتى يتمم هذه العملية تأخذ شوية الوقت. الآن على وشك الانتهاء
والآن نضغط على يس. هنا ملاحظة، هنا غتعطيه داكشي اللي خديتي من الديسك. شحال خديت انا؟ خديت 20. المهم هنا نعطيه 16 جيجا، ما نعطيهش اكثر من داكشي اللي خديت، نعطيه 16، يعني 16 ألف. انتر وننتظر. هذه العملية كتطلب شوية الوقت، كتعطل فيها شي شوية. ننتظر حتى ينتهي هذه العملية هذه. هاد العملية كتاخد شوية ديال الوقت، غنتظرو ونتسناو حتى يسالي. والآن ملي كينتهي بحال هكا كنحيدو اليو اس بي. إزالة اليو اس بي من الحاسوب ورو بوتي، نديرو ري بوتي، ري بوتي وننتظر. والآن يتم تشغيل الجهاز من جديد، ننتظر. ننتظر حتى يعيد يشتغل أندرويد. والآن نتمم باقي الإعدادات. هنا تطلب لنا الايزر نايم، طبعا الحال غادي نعطيه الاسم اللي غادي بحال اللي كنانستاليو شي ويندوز، تطلب من الاسم. هذا في شكل اخر، شكل اخر هذا نعطيه الاسم مثلا نعطيه الاسم، من بعد نعطيه التاريخ. من بعد تيقول لك واش مال فمال، واش ذكر ولا انثى. دمار سيليكت زون تايم، حنا في المغرب غادي ندير كازابلانكا افريكا. هنايا ما كاينش المغرب، غادي ناخذ الجيري، ندير الجيريا. والسيتي غادي ندير الجزائر العاصمه، ومن بعد كندير نيكست اكسبتي انتظر. البريميوس يشتغل. والآن اشتغل معي البريميوس. إعدادات، مشي للوايرلس، ندخل إعدادات الواي فاي، هاشدي أنفو، كنمشي كنعزل اللغة. ايوا تيكون بار ديفو انجليش. انا غادي ندير ناخذ اللغه اللي بغيت، مثلا غادي نمشي نشوف. هنا في المغرب كنحتاجو الفرنسيه اغلبيه،
هي فرنسي، هي فرنس، كتعطي فرنسي فرنس، كتكليكي عليها تبقى ضاغط على زر وكتطلعها هنا الفوق، كتولي هي الأولى. هذه أول مكان. عاوتاني غادي نمشي نأكتيفي كلافي فيرتيير، غادي ناخد اللغة اللي غنخدم بها في الكلافي فرنسية ونضيف ليه حتى العربية حتى هي. اوكي هنا باش نأكتيفي الكلافي فيرتيير باش يبقى يخرج لنا. هو هذا كلافي فيرتيير. لا كنضغط على كلافي فيزيك كنهبط لهنايا افيشي لو كلافي، كتكون هي ماشي افيشي، كندير لها افيشي لو كلافي صافي، وكيولي عندي كلافي صافي، تيخرج لينا الكلافي. دابا ممكن نمشيو عندي دي موت في الواي فاي، والان كونيكتينا في الواي فاي صافي. دابا نمشيو للبلاي ستور، ندخلوا الجيميل ديالنا عادي. ومبروك عليكم البريميوس، احسن اندرويد تيبان ليا هو هذا. ومع السلامه وشكرا على حسن المتابعه.